إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيسعدني مرة أخرى نجدد التواصل ديالي مع الإخوان ديالي، إنما هذه المرة من مدينة الدار البيضاء من البيت عندي. وهذا التسجيل كيجي مناسبة المشاركة ديال مجموعة ديال الوليدات ديالنا من أشبال مراكش في البطولة العربية، من ضمنهم كان حفصة الزاتي 16 سنة في رياضة المشي. وبالمناسبة فأنا كنهني الجميع على الاستحقاق اللي قامت به هذه البنيتة، خصوصا أنه أول مشاركة لها يعني دولية، واللي صراحة بينات على يعني التمغربيت ويعني حبها الوطن كباقي المشاركات في انه يعني تقاتلات وكفحات ودارت الثالثه، لانه هذه البنيته كذلك اخواني اخواتي الكرام هي اصغر مشاركه، حيث انه الجميع هو من او هن من مواليد 2007، الى حصل ذاتك هي من مواليد 2008، بمعنى انه السنه القادمه هي مازال ناشئه وفتيات، خلاف الاخريات غادي يكونوا يعني فئات شابات. اذا مازال عندنا فرصه حتى انه نشاركوا مره اخرى السنه الماجيه، وكذلك لما لا في البطوله ديال الافريقيا للشبان. المشاركه ديال حفصه الذاتي ان كانت تعبر عن شيء فهي تعبر بالدرجه الاولى عن النجاح ديالنا جميع في هذا الاختصاص الاولمبي، اللي يعني عرف مخاض سنوات تولد عنه هذا الوليد إن صح التعبير، هذا الوليد السليم في هذه الفئة اللي هي فئة ديال الناشئين والناشئات، حيث أنه عندنا واحد الوليد آخر اللي هو أيوب الغزراني اليوم ممكن يحتلوا الصفوف الثلاثة الأولى عربيا ولما لا حتى افريقيا. وحنا شفنا ايوب الغزراني اللي شارك ما شاء الله يعني في بطوله العالم في ليما، وبالمناسبه فهو عنده 43 وحقق 44 كتاو 50 وهو توقيت جيد. ف يعني المشاركه ديال حفصه الذاتي ماشي ساهل انه تهز طفله لاول مره من دوار وتشارك لك يعني خارج الوطن، بعيدة على والديها، بعيدة على المدرب ديالها، بعيدة على الأصدقاء ديالها، ولكن المؤازرة اللي وجدتها هذه البنيتة حسب كلامي معها في مجموعة ديال الأوديوهات، سواء من سيدي محمد وهاب أو لا حكيمة بن شريفة أو اختي فدوى السكاح، او حتى بعض البطلات بحال سعيده البوزي الزميلات ديالها او الزميلات ديال الشمال، هذا كله جعل من حفصه الذاتي انه تحس بواحد النوع ديال الامان، واحد النوع ديال المؤازره. ونحن يعني صراحه انا كمدرب ديال هذه البنيته وكباها لانه كنوب على باها كنعتبرها بحال بنتي، فانا شاكر لكل هؤلاء الاخوه ولكل هؤلاء الاخوات على المؤازره ديالهم وعلى التمغربيه ديالهم في انه هذه البنيته عطاوها فرصه في انه تحس بالامان وفي انه تبدع. شاكرين للجامعه الملكيه المغربيه لالعاب القوى اللي اعطتنا هذا يعني هذه الفرصه في انه بنيتنا حفصه الذاتي يعني تشارك وتمثل الوطن في الراية الوطنية في أول مشاركة.